كيف السبيل إلى مجاهدة النفس إلى الحب في الله والبغض في الله؟ نعم، مجاهدة النفس أن تروضها على ذلك، تروضها على ذلك. النفس مثل الدابة، لازم تعسفها ولازم تروضها على الطاعة وعلى العبادة، ثم تعتاد، هذا يسهل عليها. ولا في أول ما تبدأ بالعبادة تنفر النفس، عندها نفور وعندها وده بالراحة، وده بالنوم، وده ما تبي الصيام، ما تبي القيام الليل، ما تبي، لكن لازم أن ترويضها شيئا فشيئا حتى تعتاد ثم تتلذذ بذلك. نعم.